السلام عليكم. أنا صرت بالخدمة الثالثة، أنت وين صرت؟ بالخدمة الثانية؟ لا بعدني بالخدمة الأولى. أوف بعدك مأخر كتير. نحن رايحين نصلي قيام اليوم، في قيام بالمسجد، تجي معنا؟ لا أنا بحب صلي بالبيت، بحس بالروحانيات أكتر. معقول؟ ولك تشجع، نزال، صلي معنا بالجماعة. وين عم بتصلي التراويح؟ عم صلي التراويح بالمسجد اللي حد بيتي. وانت وين عم بتصلي؟ انا عم صلي بالبيت ومرات بالمسجد. لا انا دايما بالمسجد، ما بشعر بالروحانية الا لما اكون عم صلي التراويح بالمسجد. وليلة القدر وين حتحيوها؟ حنحيها طبعا بالمسجد اللي حبيتنا. وانتو وين حتحيوا ليلة القدر؟ نحن حنحيها بالبيت. لا بالبيت منا ظابطة، ما بقدر حس حالي أني مركز بالبيت ولا بحس حالي أني أنا مع الله عز وجل. بس روح المسجد بيكون فيه جدول، بيكون فيه برنامج ماشيين عليه، بشعر بالخشوع أكتر. والله يا صديقي أنا من زمان كنت روح دايماً نحية ليلة القدر بالمسجد، بس هلأ صاير عم حس أنه عم بشعر بالروحانيات أكتر لما أكون لحالي، لما أحية ليلة القدر بالبيت. يعني الصراحة صار موضوع ليلة القدر مثل فولكلور، أو صارت هيدي العبادات شكلية، واحد بيروح بينزل بيحيي ليلة القدر وبيرجع بياكل بالمسجد وبيخلص، وكأنه بس رايح هيك يعني من باب البرستيج أو الشكليات أنه هو عم يحيي ليلة القدر. شو برأيكم؟ مين اللي معه حق؟ مين اللي فعلاً عم بحس بروحانيات أكتر؟ اللي عم بيكونوا بالمسجد ولا اللي عم بيكونوا لحالهم؟ هيك صار قدامي وهيك دايماً بصير. فئة تتهم فئة أنه هي مقصرة، ونهير من رواد المساجد ومن الأشخاص اللي ما بيتركوا التراويح واللي ما بيتركوا القيام بالجماعة. أما الفئة التانية فبتلاقي أنه هول الأشخاص كمان عم بيعملوا هالأمور بطريقة شكلية ومتاخدين بهالأمور، بينما الخشوع بالنسبة لألهم والروحانيات هي لما تكون بخلوة بس أنت والله سبحانه وتعالى. طب مين صح ومين غلط؟ يا جماعة مين قال أنه في صح وغلط أصلاً؟ رح أقلكن على شغلة بتريحكن. كل شيء بالحياة نسبة، اللي بالنسبة لألك بشكل لك روحانيات وبريحك يمكن بالنسبة لألي ما بيريحني وما بيعطيني الروحانيات اللي أنا بدي إياها. والإنسان بيتقلب ببعض مراحل حياته، بيكون فعلا بحاجة أنه يكون أكتر مع الجماعة، وبمراحل أخرى بيكون بحاجة أنه يكون لحاله بس عم يتعبد الله سبحانه وتعالى لحاله. وطبعا التوازن مطلوب، وهيدا عنوان حلقتنا وهيدا اللي حنحققه من خلال الحلقة، بتوازن قوة. توازن قوة، شو المطلوب برمضان وشو الهدف من رمضان؟ الهدف هو التقوى، كلكن بتعرفوا وكلكن أكيد حافظين الآية الكريمة. فإذا ليش ما بترك الإنسان اللي حابب أو اللي عم يستشعر بأنه فعلا التقوى ستتحقق لما عم بيكون لحاله، لما عم بيعمل قيام لحاله بالبيت ما حدا معه وما حدا شايفه، لما هو بحاجة فعلا لها الخصوصية؟ يمكن حياته مليانة بالعجقة، يمكن حياته مليانة بالضجيج، يمكن هو إنسان عنده ظهور كتير اجتماعي وإعلامي وبحاجة أنه يتفرد أو ينفرد مع نفسه. فليش بدي أسقط عليه رغباتي وأسقط عليه حاجاتي أنا؟ يمكن أنا أو أنت أو غيرنا بحاجة أنه يكون أكتر مع الجماعة، يمكن عم بحس بالوحدة، عم بحس أنه بحاجة لحدا يقويه، بحاجة ليعينه على الطاعة. فإذا كل إنسان منا بيعرف شو حاجاته، والموضوع نسبة، ما حدا بيشبه حدا، احتياجي مختلف عن احتياجك. فخلينا ما نتهم بعض ولا ننظر لبعض بعين التقصير، مين مقصر ومين مجد، مين اللي عم بيسارع ومين اللي عم يتباطئ، مين اللي صادق ومين اللي منه صادق. هيدي الأمور نحن ما خصنا فيها وما قلنا فيها وما نحن منحاسب عليها، ولأنه نحن أصلاً قادرين أنه نشوفها، لأنه التقوى ها هنا في القلب. هون شفتوا وين؟ بالقلب، مثل ما أشار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت منك أنت، أنت اللي كنت ببداية التزامك أكيد تغيرت، وما تحاول أنك تقارن حالك بالشي اللي كنت عليه، وما تفكر أنك كنت أنت بقمة الروحانيات بوقتها. كل مرحلة وإلى روحانياتها، كل مرحلة وإلى اختبارها، كل مرحلة وإلى امتحانها.
يمكن كان امتحانك بوقتها إنك تقرب من ربك، تقرب بالطاعات وبالعبادات، تتعرف أكثر على الحلال والحرام. ويمكن امتحانك هلأ إنك أنت ما بقى بدك تخبر قصتك وقصة التزامك للكل، بدك تعيش بهدوء، صرت عم بتطيع الله عز وجل بكمية أكبر من الروحانيات. بتعرف هالشي؟ ما بقى بدك حدا يشوف هالقصة الكبيرة فيك، بدك بس تشعر بالسكون وتحقق الطمأنينة. يمكن اختبارك كان إنك تترك شيء لله عز وجل، شيء بيغضب الله عز وجل. يمكن كان اختبارك إنك تتحجبي، بس هلأ اختبارك إنك تصبر. اختبارك إنك تصبري على تربية ابنك، إنك تصبري على أهلك. اختبارك إنك تصبر على المسؤوليات اللي عندك. يمكن اختبارنا كلنا إنه نطنش عن أهل بيتنا وأخطائهم ونعفي عنهم لحتى الله سبحانه وتعالى يفتح بوشنا. فإذا شفتوا كيف نحن منتغير من مرحلة لمرحلة؟ المرحلة اللي كنت أنت فيها حابب أنك تصلي بالمسجد، يمكن أنت هلأ بحاجة أنك تكون لحالك، ويمكن بعدين حترجع تتغير بالمرحلة اللي بعدها وحترجع تحب أنك تكون أكثر ضمن المجموعة. هيك الإنسان بيتقلب بمشاعره، بس نحن قديش قادرين أنه نتقبل أنفسنا بهالتقلبات اللي بتصير معنا؟ قديش قادرين عن جد نعترف لحالنا إنه أنا إنسان بتغير وبتقلب، وأنا علي إني حقق التوازن بين كل هذه التقلبات. وقبل ما أنهي الحلقة، بين صح ومين غلط، ما في صح وما في غلط، في أنا شو بحاجة بهالمرحلة، أنا شو عم عيش بهالظرف، أنا شو إمكاناتي الجسدية. يمكن من 10 سنين ما كنت هالقد بقدر صلي 20 ركعة من التراويح، يمكن هلأ بقدر صلي 8 ويدوب. معلشي اتقبل حالي وامشي مع نفسي. يمكن لما كنت بال20 كنت حب جمعة الشباب وانزل على المسجد معهم، يمكن هلأ بال40 بحس انه بدي كون مع نفسي اكتر، بدي كون بهدوء اكتر، بدي اتفرد شوي مع حالي رغم اني بعدني عم شوفهم وعم بجتمع فيهم. وحابة لكم شغلة، انه ما في شيء اسمه صح وغلط، في شيء اسمه انا شو بحاجة، وكل شيء بالحياة نسبة. ولو سمحتوا ما تخلوا حدا يسقط عليكم هو احتياجاته الخاصة وهو كيف يشوف الأمور. تذكروا أنه هو واقف بهيدي الزاوية وأنتوا بالزاوية الثانية، وبالتالي النظرة مختلفة والبرسبكتيف مختلفة كليا. نعم هي الرؤية بتختلف، معقول يكون اللي واقف على راس الجبل عم يشوف مثل اللي واقف بكعب الوادي؟ وشو هدفنا؟ هدفنا التقوى. كيف بتقدر إنك تحقق التقوى القلبية؟ فكر فيها، شوف أنت شو بحاجة، وتذكر إنه الأمر نسبة. اللي بيناسب صديقك غير اللي بيناسبك، واللي أنت بحاجة لقاله بشهر رمضان لحتى يحيي قلبك من جديد غير اللي بحاجة لرفيقك، أو غير اللي بحاجة لقاله رفيقك. رمضان إجا لحتى يعرفك على منظومتك الخاصة، رمضان إجا لحتى تكتشف نظامك الخاص أنت وجدولك الخاص. أنت كيف بتشتغل؟ كيف بتحس؟ كيف بتشعر تجاه الأمور؟ نعم رمضان إجا لحتى تتعرف على حالك أكثر، تتعرف شو الأمور اللي هي بتحركك، اللي هي بترجعك أو بتخليك تكون الإنسان اللي أنت بتحب أنك تكون عليه. رمضان منظومتك الخاصة، وإذا عرضوا عليك أنك تفوت بمجموعة للخدمات مثل ما انعرض علي، وهو أمر حلو كتير والله يبارك بالجهود، ويمكن رب العالمين هني فاتح عليهم بالخدمات اللي بيقوموا فيها كل يوم، بس إذا أنت حاسس حالك ما قادر تلتزم، إذا أنت علاقتك بالقرآن عم تكون بصفحتين أو ثلاثة أو حتى صفحة بس عم تشعر فيها بالخشوع، عم تشعر فيها بهالعلاقة، عم تشعر فيها أنه عم تقوى وعم تمتن وعم تصير أمتن هذه العلاقة مع القرآن ومع الله عز وجل، فكفي بمشروعك وكفي بنظامك الخاص، وتذكر إنه رمضان بعرفك على منظومتك الخاصة، منظومتك أنت، جدولك أنت، نظامك أنت، كيف بتشتغل أنت، كيف بتشعر أنت، مين أنت، كيف بتتفاعل أنت. وتذكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رمضان منظومتك الخاصة، رمضان نظامك الداخلي الخاص، رمضان هو مشروعك الخاص، وهيدا كله حيخليك أقرب لنفسك وحيبعدك عن الضغوط الاجتماعية وعن الإسقاطات المجتمعية وعن القوالب اللي بيحاولوا يحطوك فيها
حتى بشهر رمضان. نلتقي بالحلقة المقبلة في رعاية الله.